استاذنا الكريم تسمح. لا ما جدا مهمة جدا استاذ. تلاحظ سيادة الرئيس اذا تسمح لهيئة المحكمة، وهو رأي شخصي وليس له علاقة بهيئة الادعاء العام. رجال لاحظنا في الجلسات القادمة هناك تجريح كبير لهيئة الادعاء العام، وقد طلبت هيئة الادعاء العام من المحكمة مرارا أن يكون المتهم أو المحامي أن يدخل في صلب الموضوع ولم تستجب المحكمة لذلك. لذا أطلب من محكمة الموقرة لي بالسماح من الانصراف من قاعة المحكمة وإعفائي من هذا المنصب، وشكرا جزيلا. لا فإذا سمحت المحكمة لي تبقى رجاء. لا من اسمح لي سيد الرئيس تبقى أنت جزء من سيد الرئيس تبقى جزء سيد رئيس المحكمة أبقى بالموضوع. لا 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 احنا سمعنا كل ما في قلبك والله والشاهد جالس وأبقى في الموضوع والأسئلة إذا عندك حتى نعم. سيادة القاضي الشاهد رجل عنده حق ضايع وما متكلف أنه يبقى الباشر هو بنفس المكان قاعد. نعم وإحنا حضرتك هنا والسادة على يمينك واليسارك والسادة هنا فأنت ابقى بالموضوع اللي عندك سؤال حتى نوجه له وانطيناك وقت أني بالموضوع بالموضوع نعم بس السؤال بالمحدد سؤال المحدد سيادة القاضي نعم لا تقمعني وهل بعد هل لا لأنه أنا مريت بهذه التجربة مريت بهذه التجربة حقيقة أقول لك إياها أنا مريت في هذه التجربة وأنا متعقد منها لأن بالتحقيق سيادة القاضي يسألوني على سؤال يحتاج ساعة كلام يريدها نعم أو لا ويضربني لما أقول له أريد أوضح لي إياها يضربني راشكي وأنا مشتف وهاي إيدي اتفضل هاي الدرن بانتك. المحكمة ما عنده اعتراض على أي مداخلة حول الشهادة. إذا يا سيادة الرئيس انطيني وقت يرحم والدك انطيني وقت حتى أفسر لك وأقنعك بكلامي. أنا ما أقدر أقنعك وأقنع الناس الآن يشاهدون ويراقبون والهيئة المحكمة ومدعيها العام إذا ما لكن في حدود مسار الدعوة. نعم نعم هي بالموضوع احنا بدنا نحكي هسه احنا بدنا نتكلم يا سيادة الرئيس على كلام ذكره المدعي العام. الموضوع. لا تخرج هذا جزء من حقوقي. تخرج عن الموضوع. لا يا سيادة القاضي على حساب وقت المحكمة. لا هو الوقت المحكمة مفتوح وأنا بكلامي ثق هذا الكلام يقوي المحكمة وينطيها مصداقية ويقول محكمة عادلة. الناس يقولون لما يخليني أتكلم حتى أوضح القضية.